من التشبيهين ديالي دخلوا طنخ جواطان، قلت لبس عليكم اليوم بغيت نشارك معكم البقوله. واذا عجبتكم القناه ديالنا ما تنساوش تشاركوا في قناتنا، درنا لايك والجرس، سخنا كومونتير زوين، شكرا على التعليقات ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم. ونشوفوا الوصفه ديال نشوفوا المكونات ديال البقول. السلام عليكم المشاهدين، كديرين بخير؟ صحيحه لاباس؟ كديرين معنا البرد؟ كديرين معانا؟ حنا اليوم غنقدموا لكم هاد الاكله ديال الخبيزه ولا البقوله، ماشي يقول لها الخبيزه واش يقول لها البقوله. مزيانه البرد، مزيانه اللي ضروا ظهروا، مزيانه كلشي فيها، كلشي. حنا غنفوروها في الكسكاس، ما نسلقوهاش، غنفوروها في الكسكاس معها الثومه والحامض، وغنغطيوها ونخليوها تتفور مزيان تتحسوا بها بحال بدا طيب. غير شي نص ساعه ولا شي، ما تبقاش بزاف. الربيع والمعدنوس كلشي معها وصافي، ونسدوا عليه. المشاهدين احنا دابا ها هو حنا فورناها، احنا مزيان مع الثومه ومع الحامض. احنا غنسيوها، نسيوها في الكوكوط، نديروها في الكوكوط، نديروها في الكوكوط. درنا عليها كاس الماء، ما كتسلق ما والو، الا تسلقت كيمشي منا داك الجهد ديالها كامل، ما كيبقاش فيها المون داك هذا، ما بقاش فيها المفعول. دابا بحال هكا ها هي دارت، غندير درنا مع هذا صافي. غنديروا لي العطريه فيها الكمون والبزار والحار، اللي بغى يدير الحار يديروا، اللي ما بغاش المهم هي تديروا لها الكمون، الكمون او الكمون والملح والزيتون، الزيتون مهرس قطع، ونسدو عليها ملي طيب. عاد نشحروها بالزيت البلديه، ما كانوا الناس كياكلوها بكري، ما كان يضرهم لا ظهر لا كابي لا والو، كتحيد البرد، تحيد كلشي، ما تخلي لا برد لا والو. بحال كو ديري لها زيت البلديه، وهي فيها الثومه فيها حيدناها، درنا على كاس الماء، هي طابت مزيان، هي نشفت من هذا، ودرنا عليها شويه الزيت، نص كاس الزيت صافي. وكتحطوها بحال كل ديروها في شي طويصه وتخليوها في الثلاجه، واخا تبرك حتى سيمانه الساعه اللي ديروا الغداء ولا ديروا الشلاضه ولا دا، تحطوها بحال الشلاضه، ديروها طويصلات وتحطوها. هكي تجيها مزيانه البرد، مزيانه كلشي، تجي بحال الشلاضه. كديروها في هذا وتحطوها في طويصلات مع الماكله، ديما الماكله، اي ماكله درتو، يا حوت يا لحم يا اي ماكله درتو، كديروها في طويصلات وتحطوها، ديروها في واحد الكاسرونه وديك السوبيره، وديروها في الثلاجه وتخليوها الساعه اللي تبغيوها تحطوا منها، ديروها في طويصلات وتحطوها. وهذا الشكل ديال النهائي ديالها اللي كيفاش كيجي، وهذا هو الشكل النهائي البقوله. واذا عجبتكم كتبوا في التعليقات، وما تنساوش تشتركوا في قناتنا، درونا لايك، تفعلوا الجرس، تخلوا كومنتار. شكرا على التعليقات ديالكم، شكرا على اللايكات ديالكم. زوينه بسلامه المتشبعين.